هي طبقة عاشت حياة ملحمية ملأى بالبطولة والشجاعة والتضحية. تركوا إرثاً اجتماعياً وصنعوا منجزاً سياسياً ووطنياً لا يزال باقياً وخالداً في أيام كانت فارقة في عمر وتاريخ الأمة المصرية. النصف الثاني من القرن التاسع عشر، آنذاك وعلى غرار ما جرت عادات العائلات العريقة، حرص الأب حنا ميخائيل أحد وجهاء مديرية أسيوط على إلحاق ابنه سنوت بأرقى المدارس وبواحدة من أعرق الكليات، مرحلة ساعدت بعد سنوات على الوقوف ضد الاحتلال، طالباً رحيله ومنادياً بالاستقلال، مانحاً حياته المبكرة زخماً سيزداد عاماً تلو الآخر. سنوت حنا هو قبطي ولد في أسيوط، في بندر أسيوط، كان مهتماً بالعمل العام والعمل السياسي. سنوت حنا تعلم تعليماً جيداً مثله مثل أثرياء الأقباط في الصعيد. هذه الثقافة أثرت على مساره العام ومساره السياسي. اتولد في أسيوط هو وأخواته، وعندهم كان أراضي في الفاشن. الفاشن في التقسيم الأولاني كانت تبع محافظة المنيا، وبعد ثورة 52 مع التقسيم الإداري الجديد اتحولت لبني سويف. سنوت حنا من الأشخاص المنشغلين بالهم الوطني، وشاركوا مشاركة جادة وقدموا تضحيات، وكانوا في مواقع هامة ومفصلية في تاريخ الحركة الوطنية. في مطلع السنوات الأولى من القرن العشرين بدأت صداقة سنوت حنا مع الزعيم مصطفى كامل، علاقة زادت تدفق دماء الوطنية وجريانها في عروق سنوت حنا. لكن باغت الموت المناضل الشاب مصطفى كامل في فبراير شباط من عام 1908، ضربة قاسمة تلقاها سنوت. لكن رغم الصدمة استمرت ضروب كفاحه بلا انقطاع، حرصا على صالح الوطن في البداية والنهاية. سنوت حنا بعد ما درس في مراحل الدراسة الأولى في أسيوط، ثم انتقل إلى الدراسة الأعلى شوية، درسها في اسكندرية، ثم بعد كده كعهد هذا الجيل كله كان بيسافر إلى أوروبا لاستكمال تعليمه، وبالتحديد هو سافر إلى فرنسا. أعتقد أنه هناك التقى وعرف أنه مصطفى كامل كان بيزور فرنسا، لأنه كان بيطالب بالاستقلال وبيطالب بحاجات كتيرة جدا، خاصة حادث دنشواي مثلا، وده كان الحادث الشهير اللي اشتغل عليه مصطفى كامل وحزب الوطني اللي هو كان مؤسسه كان رئيسه. أظن أنه في هذه المرحلة بدأ سنوت حنا يقترب ويتقارب مع فكر مصطفى كامل، وتأثر جدا سنوت بك حنا بوطنية مصطفى كامل، وانضم ليه في فترة شبابه إيمانا منه بدور المصريين في مواجهة احتلال مصر والخلاص من هذا الاحتلال. وبدأ حتى رحلة إلى أوروبا أجاد فيها اللغات الأجنبية الإنجليزية والفرنسية، ويمكن ده كان ما يميز مصطفى كامل، أنه كان يجيد اللغات وكان يخاطب الشعوب الأوروبية باللغات بتاعهم. ودي كانت البدايات سنوت بك حنا في الانضمام للحركة الوطنية المصرية. في يناير كانون الثاني من عام 1908 انطلقت جولة ناظر المعارف سعد زغلول إلى الوجه القبلي، رحلة سيهبط خلالها وحي الصداقة على كل من زعيم الأمة القادم سعد زغلول ورفيق دربه الآتي سنوت حنا، ليبدأ معا لاحقا أوقاتا ستكون ملأى بالقلق والأمل والثورة والنفي والصدام. اللقاء الأول بين سعد زغلول وسنوت حنا كان سنة 1908، وكان سعد زغلول وزيرا للمعارف، فقابل سنوت حنا لأول مرة، ويبدو أن سعد زغلول التقط في هذا الشاب أمرين مهمين، هو الحماسة والذكاء.
في زيارة سعد باشا زغلول لمحافظة أسيوط، كان هو أمين اللجنة وقابل سعد باشا، ومن هنا ابتدت علاقته الوثيقة بسعد باشا زغلول. تصاعدت الخلافات داخل الشارع السياسي المصري عقب واقعة اغتيال بطرس غالي باشا رئيس وزراء مصر عام 1910. حينذاك وتحديداً في أثناء انعقاد المؤتمر القبطي في أسيوط، نجح سنوت رفقة شقيقه بشرى بمهارة وحرفية في إبطال مفعول آراء متمردة حاولت قصداً أو جهلاً العصف بقضية الاستقلال الشاغل الأول للمصريين وقت ذاك. جاء اغتيال بطرس غالي في فبراير سنة 10، جه اغتيال بطرس غالي، فطبعا تصاعدت دعاوى ان في اسباب طائفية. الجماعة اللي لهم علاقة بالارساليات الامريكية حرصوا على تأجيج نار الفتنة الطائفية، وعشان كده قالوا عايزين نعمل المؤتمر في أسيوط. أظن أنه الأبرز دور سنود حنة وحطوا فيه برواز عظيم من براويز الوطنية المصرية هو المؤتمر الذي قيل وزعم أنه هيتم إقامته وأقيم فعلا في أسيوط في ذلك التوقيت. المؤتمر ده كان عايز يقول أن هناك اضطهاد للأقباط في ذلك التوقيت، وأن احنا نجمع الأقباط في حزب وفي ذلك التوقيت. ماذا فعل سنود حنة بك؟ أولا هو وشقيقه، هو اللي كان أمين صندوق هذا المؤتمر، واضطر يدخل هو وخرج من المؤتمر على عكس أهدافه، وبدأ المؤتمر بغرض، وهو غرض إيه؟ إحداث مش هنقول فتنة طائفية، ولكن إحداث انشقاق وانشطار في الوحدة الوطنية في ذلك التوقيت. لكن سنود حنة نجح في أن يخرج المؤتمر على عكس هذا الهدف، يخرج بوطنية أكثر صلابة ووطنية أكثر إخلاصاً لمصر. لم يسعى سنود حنة إلى دور البطولة، إنما سعت إليه، فأثبت أنه إنسان مقاوم وفارس نبيل. في عام 1914 عقب تعيينه في الجمعية التشريعية، أعلن سنوت انحيازه إلى اختيار سعد باشا زغلول وكيلا للجمعية رغم كونه واحدا من المعينين. فتح هذا الاختيار كوابيس من الحصار والمضايقات تعرض لها، لكنه ظل صامدا دون خشية أو رهبة من خسارة. كان سنوت بك حنة عضو في الجمعية التشريعية من الأعضاء المعينين، وكان هناك منافسة شديدة بين سعد زغلول وعادل يكن على وكالة الجمعية التشريعية، وكان من المتوقع أن سنود بك حنة يدي صوته باعتباره معين إلى عادل يكن، ولكن المفاجأة الكبيرة أن سنود بك حنة أعطى صوته لسعد زغلول ليفوز سعد زغلول بوكالة الجمعية التشريعية. سنود حنة رغم أنه معين أصر على أن يكون سعد زغلول هو الوكيل في الجمعية التشريعية. هذا الموقف أثر في سعد زغلول جدا، واعتبره شابا مناضلا يدافع عن المبادئ والقيم، ولذلك استمرت علاقتهم لفترة طويلة بشكل قوي جدا حتى توفي سعد زغلول سنة 1927. هذا كان موقف طبعا إيجابي جدا منه، وله تبعات أن السلطة اللي عينته فوجئت بموقفه أنه انتصر للوكيل المنتخب. طبعا بتواجهه، هو راجل بيشتغل أعمال حرة وبيتعامل في بورصة مين البصل، كل ده بيشكله طبعا ضغوط في سحب شغل وتأثير على علاقاته الاقتصادية. عام 1919 صاغت مصر كلها حكايات من المجد ضد الاحتلال البريطاني بكل فدائية ومقاومة. آنذاك كان المصريون مشاركين ومتابعين ومراقبين لمعارك سعد باشا ورفاقه، وفي مقدمتهم سنود حنة الصعيدي الجريء الداعي إلى مقاومة الاستعمار والمنادي بالحرية والاستقلال. سنود حنة كان له أدوار تنظيمية ومالية في ثورة 19. التنظيمية كانت متعلقة بقدرته على التنظيم سواء في أسيوط في الصعيد أو في الإدارة المركزية لثورة 19 والوفد المصري. سنود حنة كان واحدا من أهم أذرع سعد زغلول للتحرك في الصعيد،
والتحرك في وسط الأقباط والتحرك في وسط المثقفين، وهذه القدرة الثلاثية جعلت سعد زغلول يعتمد عليه اعتمادا كبيرا في خلال الثورة. بدأت ثورة 19 ولعب صمود حنة دور عظيم في هذه المرحلة وانضم إلى حزب الوفد في ذلك التوقيت، ثم سافر سعد زغلول إلى فرنسا وسافر معه مع المجموعة اللي سافرت هناك، وعاد سعد زغلول من فرنسا ومعه نفس المجموعة، وتم نفي سعد زغلول ونفي معه صمود حنة باشا. عايز أقول حاجة هنا، إن صمود حنة على مدار هذا التاريخ لم يفكر في أنه يعمل أسرة، لم يفكر في أنه يتزوج، لم يفكر في شأن نفسه، لكن هو ابتداء من أول ما التقى بسعد زغلول في أسيوط وكان سنه وقتها في حدود 34 سنة، وهو قضيته هي قضية الاستقلال مع سعد زغلول، فلعب دور مهم وخطير في ثورة 19 وما تلاها من أحداث. بعد هدوء إعصار ثورة 1919 الجارف، أرادت بريطانيا دراسة الخلفيات التي تسببت في حدوثه، فأوفدت لجنة ميلنر إلى مصر. حين ذاك دعا صمود حنة الشعب المصري من خلال مقالاته إلى مقاطعة تلك اللجنة، فكانت نتيجة صدور قرار بعزله في عزبته بمركز الفشن في بني سويف في حصار دام أسابيع. لكن لم تؤتي خطة الخناق المفروضة على صمود أكلها، لذا تم العدول والتراجع عن ذلك القرار فيما بعد وفي أقرب وقت. لما جت لجنة ميلنر لدراسة أسباب قيام ثورة 19، كانوا بيطلبوا أن يقابلوا الأعيان وعمدة القرى والبلاد علشان يشوفوا إيه الأسباب اللي قامت بها ثورة 19. ثورة 19 ما كانتش في القاهرة، دي كانت على مستوى الجمهورية كلها. في نفس الوقت ابتدى صمود حنة يحرض الأعيان والمشايخ القرى إن ما يسمعوش كلام لجنة ميلنر. كتب مجموعة من المقالات العنيفة جداً ضد لجنة ميلنر أثناء قدومها إلى مصر في عدة صحف، من بين هذه الصحف مصر، الوطن، الأفكار، البلاغ، مقالات عديدة جداً لمواجهة هذه اللجنة، لأنه كان يرى أن هذه اللجنة لم تأتي للتفاوض حول استقلال مصر، هي طرحت فكرة الحكم الذاتي. القائم بأعمال المندوب السامي البريطاني في مصر أرسل لرئيس الوزراء عدة رسائل قال فيها أن هناك كاتب مصري مثقف قبطي يسبب صداعاً لقوات الاحتلال في بريطانيا بسبب مقالاته الرافضة للجنة ميلنر. فأقرت لجنة ميلنر أن عزل صمود حنة من العمل السياسي وتحديد إقامته الجبرية في عزبته في الفشل. عملوا له احتفالات صاخبة، يعني يكاد أنه القطار اللي كان جايبه الناس هيشيلوه من على الأرض، فاستقبلوا استقبال الفاتحين والمنتصرين على رغبة وعلى هدف الاحتلال في ذلك التوقيت. عام 1921 وجه سعد باشا زغلول نداء إلى كل المصريين بضرورة مواصلة التحرك واستئناف الجهاد مجددا ضد الاستعمار البريطاني. فورا تطورت الأحداث وتصاعدت، لذا اعتقلته سلطات الاحتلال مع رفاقه مصطفى النحاس ومكرم باشا عبيد وصمود بيك حنة وآخرين. فيما بعد بقليل صدر القرار الصادم بنفيهم خارج البلاد إلى جزيرة عدن، ومنها لاحقا إلى سيشل. عبقرية سعد زغلول كانت في بحثه عن أسباب لماذا لم يصل أحمد عرابي أو مصطفى كامل أو محمد فريد إلى الهدف. هنا جاءت عبقرية سعد زغلول، أنه أيقن أن المعادلة أو الحلقة المفقودة في قضايا مصر وقضية مصر الأساسية والاحتلال هي غياب قوة الجماهير. ومن هنا بدأ سعد زغلول في أنه يعتمد على الحشد الجماهيري لتحقيق أمال الأمة. فتهيجت مصر كلها وكانت في حالة تهيج مما حدا بسلطة الاحتلال أن توجه إنذار بأنهم يلزموا أماكنهم، رفضوا جميعاً، فقامت سلطة الاحتلال بنفي سعد والنحاس ومكرم وصمود وفتح الله بركاته. فترة نفي سعد زغلول هي فترة كاشفة عن القيادات الأولى أو الطبقة الأولى من القيادات في ثورة 19 والوفد المصري، لأنه كان في بينهم صمود حنة
وتبين هنا أنه من القيادات الأولى، وفي مصطفى النحاس وفي الإخوة بركات أيضا في هذا الناس كل هذا وآخرين. اتنقلوا على جزيرة عدن واتنقلوا من عدن لسيشل، كان نفي قاتل جدا وقاسي على الناس، وانتهى طبعا في عقب صدور تصريح 22 فبراير وإصدار الدستور 23. عام وبضعة أشهر قضاها سعد وسنوت وباقي الرفاق في المنفى متنقلين بين عدن وسيشل، وذلك قبل صدور الأوامر بالإفراج عنهم والخروج من قبضة الأسر الكاسر للروح. بعد العودة إلى الوطن فاز سنوت حنا بالمقعد البرلماني عن دائرة أسيوط في انتخابات مجلس النواب بالتزكية عام 1924، نجاح كان أشبه بوسام ناله تقديراً لمواقفه النضالية وتضحياته الثمينة. سنوت حنا أحرز شعبية طاغية إبان ثورة 19 في مواجهات الميلنر، وسفروا مع الوفد في باريس، ثم نفيوا إلى سيشل. كل ده رفع الأرصدة العامة للوفد المصري عامة. فبالتالي وبالطبيعي ويتسق مع المنطق أنه عندما كان يعلن أنه هيرشح نفسه كان ينجح بالتزكية، لأنه هو قريب من الناس والناس قريبة منه. خلال سنوات الجلوس على المقاعد النيابية مزج سنوت حنا بين أداء الأدوار السياسية وتقديم الخدمات الاجتماعية الإنسانية، ودعم الطلاب بالأموال وأنشأ المدارس بالتبرعات، مستكملا بذلك مشواره في دعم القضايا الاجتماعية التي تمس حياة البسطاء. سنوت حنا كان يطلق عليه، أو زي ما قال محمود أبو الفتح الصحفي الوفدي الكبير، أنه صاحب لقب النائب الجريء، وهذا لأنه كان رجلاً جريئاً جداً في الحق، كان يدافع عن وطنه، كان يدافع عن القضايا التي يؤمن بها إيماناً كبيراً، ولذلك أطلق عليه هذا اللقب. وهذا الأمر كان واضحاً جداً في دائرته في أسيوط عندما كان يحمله الناس على الأعناق ويهتفون باسمه باعتباره نائباً معبراً عنهم ومعبراً عنهم. انتخب سنوت حنا لدورتين عن بندر أسيوط، دورتين متتاليتين، وكان وجوده طبعا بيعبر عن قضايا الاستقلال وقضايا لائحة الانتخاب للأقباط وقضايا فصل المعاهد الدينية عن سلطة الملك. أنا فاكر قريت أنه مصر في ذلك التوقيت قررت تبني سدود، وهذه السدود كانت بسبب فيضان النيل. كان هذه السدود لو تم بنائها كانت هتفيد سنوت حنا في مساحة أرض لا تقل عن 300 فدان في ذلك التوقيت، لكن سنوت حنا بعد ما قعد وقرى ودرس وشاف وعرف أن هذه السدود قد تضر الباقي عموم الأرض المصرية، فعمل إيه؟ رفض ووقف ودافع وتسبب وقتها رفضه ده في إقالة وزير الأشغال والموارد المائية، ما نقول عنه اليوم وزير الري. في عام 1928 عملت حكومة محمد محمود باشا الملقبة بوزارة اليد الحديدية الوفديين بعداوة شديدة منذ مجيئها. صدرت الصحف وقلصت الحريات، ثم عزلت العمد والمشايخ، وأتت بغيرهم من الموالين والتابعين وذوي القربى. حينئذ انتفضت قيادات الوفد وعلى رأسهم سنوت حنا لصد هذا العدوان الجائر سياسياً وغير اللائق حزبياً. سنوت حنا مرتبط بفكرة ما واجهه الوفد بالانقلابات الدستورية. قام محمد محمود بالانقلاب الدستوري الثاني، فمصر دخلت في مرحلة نضال طويلة جداً كان مفتتحها سنوت حنا. في ذلك التوقيت مقالات سنوت حنا لعبت دور مهم جدا في البحث وعن الحرية التي كان وقتها حكومة محمود باشا رفضها، فلعب دور مهم جدا بكتاباته وآراءه ومواقفه. عام 1930 كلف الملك فؤاد إسماعيل صدقي بتشكيل الوزارة، بعد فترة أعلنت حل البرلمان، ثم عطل الدستور 1923. شن الوفد آنذاك حملة ضارية بقيادة النحاس باشا على حكومة الصدقي،
بالطواف على جميع المديريات المصرية لحشد الثائرين هناك في مدينة المنصورة. وفي أثناء زيارة زعيم الأغلبية الشهيرة للمدينة، اقتربت حياة سنود حنا من فصلها الأخير بفعل طعنة موت غادرة غير متوقعة. وصلت العلاقة بين سنود حنا وسعد زغلول وصفية زغلول ومصطفى النحاس لها علاقة غريبة جدا. سعد زغلول وصفية زغلول كانوا بيعتبروا أن سنود حنا ومصطفى النحاس الاثنين أبنائهم. حادثة المنصورة حادثة فريدة وحادثة بتوريك عظمة الحركة الوطنية المصرية اللي أبهرت العالم، لأن لما حدث إلغاء دستور 23 وإسماعيل باشا صدقي رئيس الحكومة في هذا الوقت قرر فرض الأحكام العرفية والعمل بدستور سنة 30 وإلغاء دستور 23، هنا النحاس باشا بدأ يتحرك وكان يرافقه بشكل دائم سنود حنا في كل جولاته، وكانت حكومة صدقي حكومة حديدية. لما وصل الركب بتاع مصطفى النحاس ومن معه إلى المنصورة، أولا لقوا شعب المنصورة وأبناء المنصورة كلهم في انتظاره، وبين احتكاكات تمت كان مفروض أن مصطفى النحاس حسب جدول الزيارة أنه هيلتقي بمحمد بك الشناوي رئيس لجنة الوفد في ذلك التوقيت هناك، لكنه ده ما حصلش لأنه بدأت المعركة أو بدأت الحرب النفسية الأول ثم تطاولت إلى اعتداءات. هذه الاعتداءات بدأت بأنه شعر سنود حنا بأن هذا الموقف مش هيعدي بسهولة، وأن هناك خطة قد تكون مدبرة وهي مدبرة من الاحتلال الإنجليزي باغتيال مصطفى النحاس باشا، وخد طعنة في جسمه. هذه الطعنة كانت مسممة. هذا المشهد المتعلق بطعن سنود حنا بدلا من مصطفى النحاس هو المشهد المعبر عن شخصية سنود حنا الذي رأى في مصطفى النحاس أملا في استمرار القضية الوطنية، فداه بروحه وبنفسه وبحياته. في عام 1933 وبعد سنوات من المعاناة مع المرض إثر الطعنة التي تلقاها في مدينة المنصورة، رحل سنود حنا. مات من كانت مصلحة الوطن هي البوصلة التي تحدد مواقفه وقبلته واتجاهاته. فارق الحياة من كانت مصر عنده أحب وأجمل الأشياء.